عم نحكي تربية اليوم عن الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. أولادنا عم يتوجهوا على المدرسة، عم يلتقوا بشرائح مختلفة، في عندهم أصدقاء يمكن يكونوا بنفس المستوى الاقتصادي اللي لقلهم، وعندهم أصدقاء آخرين هن مش بنفس المستوى. كتير مهم نعلم أولادنا قدي لازم يحبوا بعضهم، قدي لازم يكونوا عم بيساعدوا بعضهم داخل الصف، وأيضاً كتير مهم نكون عم نراعي شعور كل الأشخاص اللي حدنا اللي هن ممكن يكونوا بهيدي الفترة بحاجة لمساعدة. إذا منعمل هيك منربي أولادنا على حب التعاون، وبس نربي أولادنا على حب التعاون منكون عم نصنع شخصية مميزة داخل المنزل.